خلاص هو فوت علينا والله حاجتنا حمدي ممكن تسكت ثانيه واحده ممكن تسكت مالكش دعوه انت روح من وشك لا لا نمشي ما احنا اللي عامل لهم مشاكل هنا كده يلا هي مش رايقه هي هو مش رايقه انا ايه انا هطلب لك اوبر وامشي يلا روح تعالى تعالى معايا تعالى يلا اقعد بره بعيد عنه خالص يلا بره يا عم اسكت بقى يا عم يا ابني بلاش كده خليك خليك انت جوه بقى لا ما تنفعش تعمل كده قدامي في وجودكم في وجودكم ما تعملش كده دوروا ايه دوروا ان هي مش تعرفوا الشيطان دخل بينكم وخلاص ما اعمل كده غلط بقى انا ما بحبش الاسلوب ده كده خلاص استعذ بالله نسيت الرز روح هات الرز وخلاص مش عماله تتكلم كتير هي متضايقه كان زماني جبت يا ابني هي عايزه تعمل الاكل بسرعه واحنا مصيمين المسقوف ما تفتحش انا مش هتكلم الا انا هاخد بره في الاول انا هقف في الاول مش عايز صوت طيب ماشي انت مستفز انت كمان وماله هو ما هو بيسخن كده ما عنده شعور الراجل ازاي